حلمت اني اخذ الماس. طب ايش؟ طب اكتب يا صح يا بنتي. هي حلمت انها تاخذ ماس بحجارة اعتقد، وحرمت جيرانها الطالعة عزباء. هي الفكرة انها بتجيك فرص تظهري فيها امام الاخرين بشكل حسن، فاذا كان في احد تتوقع منه الحسد او الكره تجنبي ظهورك امامه في هذا المنظر اللي ربنا سبحانه وتعالى يكون فيه خير لك. واعتقد انه في ناس يدوروا لبنات لاولادهم، ربما تكون من البنات المرشحات انه يرشعوهم لزواج من ابنائهم، والله هو العليم.